لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا نفس إن شئت السلامة في غد فعن القبائح والخطايا فاقلعي وتوسلي عند الإله بأحمد وبآله فهم الرجاء المفزع يا نفس من هذا الرقاد تنبهي إن الحسين سليل فاطمة نعيم منعوه شرب الماء لا شربوا غدا من كف والده البطين الأنزعي مذ جاءها يبدي الصهيل جواده يشكو الظليمة ساكبا للأدمع يا
الظهر المخضب بالدماء، لا تقصدن خيم النساء الضيعين، إني أخاف بأن تروع قلوبهم وهي التي ما عودت بتروعي، يا أيها المهر المخضب بالدماء لا تقصدن خيم النساء الضيعي، إني أخاف بأن تروع قلوبا وهي التي ما عودت بتروعي، لهفي لقلب الناظرات حماته فوق الجنادل كالنجوم الطوايا، يا ثم انثنى يقول ولزينب النوح لفقد شقيق، تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي، خويا اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمعي، خويا اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى مقنعي، اليوم اليوم ساقوني بقيدي يا أخي والضرب لمني وأطفالي معي، جننين شيد كربلاء مضيعين بها زينب قالوين يسرين يسروها ولالها واحد فزا نشال حد يضعون بليلة وقطع جننين شد وين ابو فاضل وقع ما تدلون الشريعه وين ارد ايش انشد انت بعد انشد كربلا وياي ارد انشديج كربلا علي النزي بالله خيبريني وقالج ما وايزي زينب تركب اليتام على الهزي يو علي السجاد قام يعي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين.
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم موضع الرسالة التي جعلها الله سبحانه وتعالى هدية ورحمة إلينا، التي عبر عنها في كتابه عندما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى تنظم أمور الناس، أمور البشرية. الله سبحانه وتعالى أرسل رسالات سماوية إلى البشر، هاي شنو وظيفتها؟ وظيفة الرسالة يعبر عنها القرآن الكريم، شو يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب أنزلناه عليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يعني حتى الناس، حتى إحنا لا نبقى نعيش في الظلمات التي أشارت إليها مولاتنا الزهراء، تقول: وكنتم على شفا حفرة من النار تشربون الطرق وتقتادون القد والورق أذلة خاسئين، فأنقذكم الله بأبي محمد بعد اللتيا والتي. الله سبحانه وتعالى هو المرسل، الرسالة اللي إحنا رحمة إلينا وهدية الله تعالى أرسلها، إحنا شنو؟ إحنا المرسل إليه. لكن هالرسالة كيف تصل إلينا؟ ما تصل إلينا مباشرة من الله تبارك وتعالى علما إلى العباد، وإنما هنالك وسطاء، هنالك واسطة جعلهم الله سبحانه وتعالى بيننا نحن بني البشر وبين الله تبارك وتعالى. من هم الوسطاء؟ الأنبياء، ومن بعد الأنبياء إحنا عندنا واسطتنا محمد وآل محمد صلوات الله عليه. هذه الرسالة التي أرادها الله تعالى هدية ورحمة لنا، ما أرسلها إن فقط، وإنما من معنا يشترك، أرسلها للإنس وللجن. الجن منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن، يعني تخلف عن الإيمان بالله. نحن آمنا، أمة النبي صلى الله عليه وآله آمنا بهذه الرسالة، لكنه اشترط علينا في إيماننا أن نؤمن بمجموعة من المسائل. شنو هاي المجموعة من المسائل؟ يقول: ولكن البر من آمن بمن؟ بالله، وبعد واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتاب. يعني تدري شنو؟ يعني الإيمان بالكتاب يساوي الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة يساوي الإيمان بالله، الإيمان بالنبي يساوي الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر يساوي الإيمان بالله. إذا إجا واحد يقول لك: أنا أؤمن بالله لكن ما أؤمن بالملائكة، شو تقول له؟ يقول له: مو صحيح إيمانك، مو مقبول. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى اشترط علينا عندما نؤمن به لازم نؤمن به من؟ بالملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر. المخلوقات العاقلة ثلاثة اللي الله كلفها وعليها تكليف وعليها حساب وعقاب ثلاثة: الملائكة والإنس والجن. الجن القرآن الكريم يعبر عنهم، يقول: خلقهم من مارج من نار، وخلق الجنة من مارج من نار. طبعا شوف ايش قد تطور العلم وتقدم، لكنه بقي عاجزا أمام الأسرار الإلهية. مو تعال أنت قل له العلم، قل له بين لنا، حلل لنا. أنت اليوم أكو مختبر يحلل لنا مارج من نار، أكو عندنا مختبر طبي علمي، تقول له اعطيني نتيجة تحليل مارجن من نار. شنو مارجن من نار؟ يعرفه؟ ما راح يعرفه، راح يبقى عاجز.
هذا سر إلهي. الملائكة شي عبر عنهم القرآن؟ الملائكة يقول أولي أجنحة، الله سبحانه وتعالى جعلهم رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. شنو يعني أجنحة مثنى وثلاث ورباع؟ يعني هل الجناح الذي يتكلم عنه القرآن الكريم هو نفس الجناح اللي عند الطير الذي يطير به دم ولحم وعظم وريش؟ يقول لا، هذه كناية. الجناح عبارة عن سرعة التنقل. الملائكة تتنقل، مو مثلنا تمشي وتركب طيارة وتركب سيارة، لا، عندها سرعة التنقل، لكن الكفاءة متفاوتة بين ملك وآخر. مو كل الملائكة نفس المستوى، مستوى واحد، وإنما ماذا؟ هنالك تفاوت في الكفاءات وفي القدرات. هل أنت تقرأ في الروايات إن جبرائيل يقطع هاي المسافة الشاسعة بين السماء والأرض بمن؟ بلحظة يقطع هالمسافة. إذن أجنحة مثنى وثلاثة ورباع معناها سرعة التنقل. أهل البيت شو يقول عنهم الإمام؟ يقول موضع النبوة، موضع الرسالة، ومختلف الملائكة. الاختلاف شنو باللغة؟ الاختلاف يعني التردد، الدخول والخروج. يعني شنو؟ يعني الملائكة تختلف على أهل البيت، داخلين طالعين من عندهم. ليش؟ لأنهم موضع الرسالة. هالرسالة اللي اجتنا وين نزلت؟ نزلت عليهم. والبارحة قلنا أهل بيت النبوة، أي النبوة نزلت في بيتهم، الرسالة نزلت إليهم. موضع الرسالة، الرسالة منو اللي يجيبها؟ الملائكة. المن؟ الأهل البيت. الملائكة موضع التردد عندهم. هسه واحد يقول احنا ما عندنا ملائكة، يقول لك لا، اكو اقسام الملائكة، عندنا وياك ملائكة، لكن ملائكة أهل البيت غير ملائكتنا احنا. احنا عندنا جزء من الملائكة، أهل البيت عندهم كل أنواع الملائكة. صدقني شنو هاي كل أنواع الملائكة؟ الملائكة خمسة أنواع أو خمسة أقسام، عفوا مو أنواع وإنما أقسام، أفرق بين القسم وبين النوع. القسم الأول من الملائكة اللي يكونون مع عامة البشر، يعني الله سبحانه وتعالى من يخلق بني آدم يخلي وياه ملائكة، شنو مهمتهم؟ يقول كراما كاتبين. مو ملك عندك وياك موكل مهمته يكتب السيئات، وملك موكل معك مهمته يكتب الحسنات، وملك موكل بحفظك أنت يا بني آدم. الله من خلقك وأوجدك وتكفل بخلقك ورعايتك وتكفل بحفظك، ملك واحد من الملائكة مهمته أن يحفظك أنت يا بني آدم، حفظك أنت ورعايتك. هذول كل البشر عندهم هالنوع من الملائكة. القسم الثاني من الملائكة الذي يكون مع المتقين المؤمنين، يعني مو كل آدمي عنده إلا المؤمن المتقي. هذول شنو مهمتهم؟ مهمتهم تسديد المؤمن وتثبيته على موقفه ومبدئه. داكم روح يشغلونها زين، جيب لنا هواء حر زين. فمهمتهم شنو؟ تسديد المؤمن، تثبيت المؤمن. شو يقول القرآن الكريم؟ ركزوا معي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شبيهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، دير بالك لا تخاف أنت مؤمن قوي، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا القسم الثاني ويا من؟ ويا المؤمنين. القسم الثالث من الملائكة الذي يكون مع الأنبياء والمرسلين والأئمة، هذول مهمتهم ويا الأنبياء ويا الأئمة. من ميزة المعصوم الإمام صلوات الله عليه أنه يرى الملائكة، بخلافنا إحنا، إحنا ما نشوف الملائكة، لكن المعصوم إيش فيه؟ المعصوم يرى الملائكة لو ما يرى، يرى الملائكة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
سمع رنة قال يا رسول الله ما هذه الرنة؟ قال له يا علي هذه رنة الشيطان قد ولى آيسا من عبادته. لكن ايش قال له؟ قال له يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى. يعني كل شيء يراه النبي ويراه رسول الله ويسمعه رسول الله، المعصوم يراه ويسمعه، لكنك لست بنبي وإنك وزير وإنك لعلى خير. من الذي يقول؟ يعني النبي يقول، المعصوم يرى الملائكة. القسم الرابع ملائكة التدبير. شوف هذا الكون الوجود الذي يدار، مو مثل ما يقول الماركسية هذا وجد صدفة ويدار صدفة والإنسان طلع، لا، أكو إدارات إلهية عند الله تبارك وتعالى، فالمدبرات أمرا. الله يقول أكو مدبرين، أكو من يدبر. من المدبر؟ المدبر الأول والأخير والحكيم والخبير هو الله تبارك وتعالى. لكن الله تعالى أجل وأنزه من أن يباشر هذه الأعمال بنفسه. سوى قسم الأدوار على من؟ على الملائكة. الملائكة شنو مهمتهم؟ مهمتهم إدارة هذا الكون، هذا الوجود. هسه هذا الإنسان لما يريد يموت على سبيل المثال، روح تطلع من الجسد، مو يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، لكن هو حقيقة الله اللي باشر العمل. لو عنده ملائكة يشتغلون، لا أكو ملائكة يشتغلون. شو يقول القرآن؟ يقول الذين تتوفاهم الملائكة. وهو الله يتوفى بالأصالة، لكن بالعرض من الذي يتوفى؟ الملائكة. إذن هذا الوجود الله سبحانه وتعالى قسم المهام في إدارة الوجود هذا الذي نعيش فيه، وهذا الجزء من المنظومة الكونية اللي إحنا فيها نعيش. الله سبحانه وتعالى قسم المهام على الملائكة، هم الذين يديرون. هذا القسم الرابع. القسم الخامس الملائكة الذي ينزلهم الله تبارك وتعالى لنصرة المسلمين والمؤمنين. شوف النبي لما واجه قريش شنو كان عنده؟ تدري انت السيوف اللي عند المسلمين ما تغطي عددهم، ناس شايله لها جريد نخل تقاتل، اكو واحد يواجه له مقاتل فارس على جواد وماسك له سيف عربي يواجهه بجريد نخل؟ ممكن؟ ما ممكن، لكن بمشيئه الله تصير. صحيح كما واجه المسلمون، لذلك اجوا قريش مترهين، احنا طالعين مو حرب، احنا طالعين نزهة. شنو ايش عنده محمد؟ كم واحد ناس عندها سيوف، ناس ما عندها سيوف، حتى خيول ما عندها بتغطيهم. لكن الله سبحانه وتعالى انزل الشيخ الصدوق رحمه الله يروي هذه الرواية، يقول في ليلة بدر كانت ليلة ظلماء وحشة، واشتد العطش برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. بالليل النبي عطش ويا أصحابه، قال لكن من يسقينا ماء؟ تدري الدنيا ظلمة ووحشة والبير بعيد وتروح تمشي بالظلام، هذا وين تحصل لك خوش زلمة يروح بهالجو هذا يجيب لك ماء؟ لكن أكو واحد قال النبي من يسقينا ماء؟ الزلم كلها قاعدة ما قام إلا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قال أنا يا رسول الله. أخذ السقاء وراح وين؟ راح للبير. البير هم لازم شي يسوي له، هو نفس البير وحش بالليل، الماي مو طافح فوق، لازم شي يسوي، ينزل جوا أمير المؤمنين. نزل في قعر البئر، ملأ الماء وطلع، من طلع هبت ثلاث رياح قوية عاتية اللي بحيث الرياح ما يقدر بني آدم يمشي من عندها. فمكث أمير المؤمنين، كل ما تمر عليه ريح يمكث في الأرض، لا أن تنتهي الريح يقوم أمير المؤمنين يمشي. هناك وصل، قال له يا رسول الله لقد مرت بي ثلاث رياح قوية عاتية ما قدرت أمشي من عندها. قال بلى يا علي، إن هذه ملائكة السماء أنزلها الله سبحانه وتعالى لكي تسلم عليك، جبرائيل بألف وميكائيل بألف وإسرافيل بألف، أنزلهم الله تعالى حتى يسلموا عليك يا علي.
زين هسه هاي انواع الملائكه كلها عدمن عند اهل البيت صلوات الله وسلامه. لذلك شو يقول الامام؟ يقول مختلف الملائكه، يعني كل انواع الملائكه عدمن، كل اقسام الملائكه عدمن حاضره، حاضره عند اهل البيت. هنا هسه اريد نسال فسؤال خارج شوي عن الموضوع، ايهما افضل الانسان لو الملائكه؟ خاب بطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يكون ماذا؟ يقول ولقد كرمنا بني آدم، خلى الملائكة تخدمك لو ما خلاهم تخدمك؟ الملائكة تخدم الإنسان، مو بس تخدم الإنسان بل جعل الملائكة تسجد للإنسان. قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، سجدوا لآدم لو ما سجدوا؟ سجدوا لي. لكن هذا يا إنسان، الإنسان المؤمن المتكامل، الإنسان المتكامل، إحنا مو كلامنا عن المعصوم، كلامنا عن إحنا الإنسان عوام، المعصوم مفروغ من أمره، لكن كلامنا عن أن الإنسان المؤمن المتكامل الله تعالى يريدنا إحنا دائما أفضل من إيه؟ أفضل من الملائكة. راح أقول لك في ليلة من الليالي إن شاء الله في هذه العشرة أشرح لك ليش إحنا صرنا أفضل. زين؟ عندنا بحث أيضا نفس القضية، لكن الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نكون أفضل من الملائكة، لكن هو بني آدم شو يسوي؟ مرات يصير عوج. الله يريد لك الزينة وبني آدم شو يدور؟ يدور الشين، بني آدم يصير مخوش آدمي، وإلا هو لو اتبع القوانين والسنن الشرعية التي جعلها الله تعالى له لا هو 100% أفضل من الملائكة. زين هسه واحد يقول شلون افضل من الملائكه والقران الكريم يقول فعصى ادم ربه فغوى؟ هذول سجدوا لادم لكن ادم عصى الله تبارك وتعالى. لا، احنا اكو فرق بين معصيتنا احنا وبين معصيه، نعتقد ان النبي والامام معصوم، لكن احنا شنو هالمعصيه اللي عصاها ادم؟ مو مثل احنا معصيتنا لما نعصي الله سبحانه وتعالى معصيتنا بمعنى مخالفه الامر الالهي. الله يؤمرنا يقول هذا حرام، احنا نروح نسوي نقول لا حلال، هذه معصية. هسه معصية النبي والإمام مثلنا؟ لا، يقول معصية آدم بمعنى مخالفة الأولى، مو مخالفة الأمر الإلهي، كان أولى أنه ما يأكل من الشجرة، لكن مو حرام، الله ما حرم، هنهي الأمر الإلهي على ما بمستوى بمعنى باعتبار الأولى، أولى لك يا آدم أن لا تأكل. أما إذا أكلت هل هي معصية سيئة مخالفة؟ لا، لو كان أمر إلهي ما فعلها آدم. يعني هذا شبيه بالآية القرآنية اللي تقول في القرآن الله تعالى يخاطب نبيه في سورة الفتح، مو يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما هسه. هو النبي عند ذنب تقدم وتأخر؟ مو النبي معصوم من أول ما خلقه الله نورا إلى يوم القيامة، معصوم النبي. شلون الله يقول له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك؟ يقول يعني الله سبحانه وتعالى جاي يقول له يا محمد إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هاي في فتح مكة في عام الفتح، وسيغفر الله سبحانه وتعالى لك جميع الذنوب التي سجلتها قريش عليه. قريش كانوا يسجلون عن النبي، مو يوم يقولون ساحر، يوم يقولون مجنون، يوم يقولون كاذب، يوم قال له هاي المواقف اللي من قريش تجاهك بيها راح تتغير. وفعلا لما فتح النبي مكة قال ماذا تظنون أني صانع بكم؟ شنو قالوا؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الملائكة مثل الإنسان بعد عدها حالات، تمر في حالة من الحزن والبكاء وتمر في حالة من الفرح والسرور. مثلا يقول الملائكة تضحك، متى تضحك الملائكة؟ يقول الإنسان الذي يلغو، يلغو يعني شنو؟ يعني سولف كلام ما إلى معنى، فيه الغيبة، فيه النميمة، فيه الانتقاص، فيه الاعتداء. أكو ناس مو عطالي بطالي ما عنده شيء،
يقعد من الصبح لليل شغله يلغو، من سمع الأذان قام صلى ورجع، وين رجع؟ قاعد يسولف. يقول لما يصلي العشاء يرجع إلى اللغو، الملائكة تضحك تقول له يا بني آدم طول اليوم تلغو ما شبعت حتى خلصت، حتى بالليل قاعد تلغو بعد. يقول الإنسان اللي عنده بستان أرض يزرع بيها ويتجاوز على أرض جاره يأخذها ويزرع بيها، يقول تضحك عليه الملائكة تقول له أنت ما شبعت من أرضك حتى قصدت إلى أرض جارك فاغتصبتها، تضحك عليه الملائكة. المرأة اللي ما ترتدي حجابها الشرعي تظهر مفاتنها للناس، يقول لما تموت أهلها زوجها ابنها أخوها أبوها تأخذهم الغير عليها يجون يغطونها من يريد ينزلونها بالقبر، يقول تضحك عليهم الملائكة تقول لهم أنتوا لما كانت شابة وجميلة وبريعان شبابها وتظهر مفاتنها للناس ما حجبتوها ما غطيتوها ما أخذتكم الغير عليها، الآن لما أصبحت جثة هامدة غطيتوها وأخذتكم الغير عليها. يقول لا أكو مواقف تبكي بها الملائكة. شنو هالمواقف؟ يقول طالب العلم إذا خرج لطلب العلم وأدركه الموت تبكي عليه الملائكة بالغربة. يقول الشيخ والشيخ اللي دعوا الله تبارك وتعالى أن يرزقهم بولد بآخر عمرهم الله رزقهم ولد، تدر أنت بنوا عليه آمال، هذا صدقة جارية، هذا يشيل كبرتنا، هذا اللي سوينا، هذا اللي غسلنا، هذا اللي كفنا. يقول ذاك اليوم مات قبل موتهما تبكي عليهم الملائكة الشيخ والشيخ. بعد يقول اليتيم إذا استيقظ من نومه يريد أبيه أو أمه فيصرخ في وجهه ويرجعوه إلى نومه، يقول من الخوف يرجع نومه، تبكي يقول عليه ملائكة السماء. لكن أقول يا أبا عبد الله إن لك يتيمة أحرقت قلب الملائكة ببكائها عليك، شرد نعدد من يتامك أبا عبد الله، أي نوع من أنواع اليتامة؟ عندك يتيمة فرت من الخيمة يوم العاشر من المحرم لما حرقت الخيام وفررنا بنات رسول الله، يقول حميد بن مسلم لما جن الليل أخذت مولاتنا زينب سلام الله عليها تجمع النساء والأطفال، خيمة محروقة قومتها زينب وظلت تجمع بيها النساء، لكن تدري أنت الدنيا ظلمة زينب ما تشوف الوجوه، زينب مكلفة بأن تجمع النساء والأطفال، ظلت تنادي فلانة فلانة يجاوبنها النساء والأطفال بلا أخير. يقول وصلت إلى طفلة من أطفال الحسين نادت فلانة ما سمعت لها جوابا، قالت أخي ما رأيتن هذه الطفلة؟ قلنا لا والله منذ فرارنا عند الظهير. طلع الزينب والليل جن عليها ورايح تدور على هالطفلة، أول ما خرج الزينب نظرت وإذا بفارس واقف على باب الخيمة، قالت يا فارس ماذا تصنع ماذا تفعل على باب خيمة بنات رسول الله؟ قال يا أخت الحسين أرسلني ابن سعد لحراستكم هذه الليلة. هنا انكسر قلبها زينب وتوجهت إلى شاطئ نهر العلقمي نادت عباس يا حاد الضعن يا الشايع علوم من هو الذي بار الحرام لو نمت النوم. يقول التفت زينب قالت يا فارس
عدنا طفلة صغيرة ضائعة من الضيرة ما شفتها ما لقيتها. قال يا أخت الحسين الآن مررت على جثث القتلى سمعت أنينا وحنينا إذا بي لعلك ترينا هناك. يقول راح زينب ابنة أمير المؤمنين تتعثر بأذيالها بين جثث القتلى، لكن زينب قلبها مملوء هم وحزن وغم. يقول توجهت تندب أبوها أمير المؤمنين تقول له قبرك يا علي لمك وعيونك اللي يالتنا وبناتك صايرة بشدة وعليها دارة الظلة. بويا من شلشل عليها الليل زينب لما تليتها فقدت من يتام حسين طفلة وجرت من العين طلعت تصفق الإيدين وتدور على الطفلة بالوادي وميادين تقول لأبويا شافت من بعد فارس لعد صاب الخيم مجبيل قامت زينب تنشدى ومن القلب متوجل تقول يا فارس ما شفت طفلة ومن هالدمع قامي قال لها سمعت ونين يا زينب بالمعارة الحين روح الجسم اخوك حسين اظل هناك تلقيها والفارس جرت عين. شنو قال السيد رحمه الله؟ يقول من سمعت حكي الخيال زينب راحت بهمة تصيح بصوت وين انتي يا بعد الروح يا عم. سمعت من بعد ولا وحدة حاجي بوليم شو تقول له؟ تقول له يا ابويا بعدت خيمي ولحد من هاليمي واهلي صاروا بعيدين وما ظن بعد الفولي وويله. سمعت زينب وصاحت لا تخافين يا عيوني قامت شبكت عليها تلوذ من الوجل بيها وعمتها تحاجيها تقلها يا عمش وصلك لهنا وندور تخلين. عما ما الذي جاء بك؟ ما الذي أوصلك إلى جسد أبيك؟ يقول هاي الطفلة الصغيرة عمرها 3 سنوات 4 سنوات أخذت تشرح لعمتها كيف خرجت وكيف وصلت إلى جسد أبيها. شو تقول لعمتها زينب هذا البيت؟ وأسألكم الدعاء. تقولها يا عم الخال من هجمات عاد حرقة وخيم على وجهي من الخيام فرت من الخوف يا عم. وين رحت بني؟ قالت جيات لقيات ابوي حسين نايم وقعد يتيم يا عم وجن علي الليل وانشبني الخطر والوال انا من اسمع صهيل الخال الوذ بكتر ابوي حسين واتوسد على يمين
ويتيمة فزعت لجسمك في رهان، حسر القناع تعج في أصواتها، أهوت على جسد الحسين وقلبها البصدو. إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمي وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، شافنا وعافنا واعف عنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلهنا لا تخرجنا من مجلسنا هذا إلا بقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وغفران ذنوبنا وقبول أعمالنا. عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. إلى أمواتنا وأمواتكم السامعين المؤسسين، أما شيعة أمير المؤمنين من ليس لهم ذاكر، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.